لينا في اداره التغذيه ان احنا فكرنا للمستقبل مش لدلوقتي. ليه؟ لان احنا فكرنا ان احنا لابد من ان الميه نعاد ريسايكل ليها، يعني نعاد استخدامها مره تانية. وتجربه الريسايكل دي بتبقى صعبه جدا، الا انها لازم تبدا بتجارب بسيطه في المعمل، وبعد كده بتكبر على البيج سكيل في المزارع والمفرخات. ودي اللي عاملينها بعض القطاع الخاص. احنا حبينا نبدا بيها هنا ونعملها على نظام تجريبي بسكيل صغير وللمستقبل، لان في فتره من الفترات لابد من ان هذا النظام سيتم استخدامه ولو في بعض المواقع اللي هتكون فيها ندره مياه في المياه، ندره مياه. فبان في عندنا المهندسين الجداد الشباب قدروا ان هم يعملوا هذا النظام بدون تدخل من اي فرد من لا اخصائيين كهرباء ولا اخصائيين سباكه، لكن ده كانت بالمجهودات الشخصيه البحته منهم في كافه في تنظيم هذا السيستم بعمل فلتر بيولوجي على نطاق صغير، وكانت حاجه مبهره ليهم جدا. فقدرنا ان احنا نعرف قد ايه معدل التدفق، قد ايه كميه الميديا اللي ممكن يحطها مع معدل تدفق معين علشان نوصل ب ميه سيفتي للاسماك وخاليه من الامونيا. باشمهندس محمد عبد الحميد وباشمهندس
لان هي طبعا ازمه الميه الموجوده عالميا بدأ الناس تتجه ان هي نقدر يعني نوفر اكبر قدر ميه مستخدم في عمليه استزراع السمك. طبعا بعض الناس بتتخيل ان السمك كائن مهدر للميه، لا، هو السمك عباره عن مستهلك للميه مش مهدر للميه، بس العيب في طريقه الاستزراع ان احنا نصرف الميه دي على صرف خارجي، وبالتالي هي ده هدر الميه بيجي من هنا. العالم بره من فتره متجه ان هو يبدا يعيد استخدام الميه، وهو السيستم ده اسمه ريسايكلينج ووتر سيستم. فبالنسبه للسيستم طبعا احنا عارفين ان السمك بيبدا عنده 2 فيسز، سوليد فيسز وامونيا، الامونيا اللي بتبقى خارجه من التمثيل الغذائي وبقايا الاعلاف اللي في الاحواض. فبالتالي هنا المهندسين بداوا يتجهوا ان هم عايزين نتخلص من السوليد فيسز ولازم نتخلص من الامونيا عشان نعيد استخدام الميه تاني او الميه ترجع له تاني، فبالتالي تعتبر كانها فريش ووتر راجعه ليه او ميه جديده ليه. فبيبدا السيستم كله او وجه اللي هي النظريه العلميه ليه ان احنا بنتخلص عن بنتخلص من السوليد فيزيس عن طريق الميكانيكال فلتر او الفلتر الميكانيكي، وبنتخلص من الامونيا عن طريق الطريقه بيولوجيه بتبقى امنه على السمك، ما بنستخدمش طريقه كيميائيه فتبقى امنه على السمك وبتحافظ على جوده الميه زي ما هي، اللي هي عباره عن نوعين من البكتيريا او سلالتين اللي هي النيتروزوموناس والنيتروباكتر. النيتروزوموناس بتعمل على تحويل الامونيا من امونيا الى نيتريت، والنيتروباكتر بتعمل على تحويل النيتريت الى نترات، والنترات تعتبر اقل خطوره من الامونيا. ونبدا هنا لو بدانا نتعرف على السيستم كيونيتات، ده الفلتر الميكانيكي، بتبدا هنا ده الفلتر الميكانيكي، هنا الفلتر الميكانيكي وده الفلتر البيولوجي اللي تم تنميه سلالات البكتيريا فيه بحيث ان يتخلص من الامونيا للسمك وترجع الميه تاني. وبالنسبه لدوره الميه معانا الباشمهندس عبد الله يقدر يشرح دوره الميه في السمك. تم تصنيع السيستم هنا بمجهودات ذاتية شخصية، سواء عن تجميع الموتور أو تجميع نظام الري من المواسير ومحابس ري ومحابس صرف. والنظام بيبدأ كصرف الحوض، بيتم صرف الحوض عن طريق فتحات صرف قاعية زي كده خلاص، وبيتم صرف ايضا عن طريق صرف سطحي عن طريق الوحدة ديت، وبيتم صرف قاعي بنظام اوفر فلو عن طريق القطعة الثالثة ديت. في هنا دي محابس الصرف، تيجي تصرف المية من الحوض بتتجه الفلتر الميكانيكي طريق المواسير. هنا الفلتر الميكانيكي بيتم فلترتها عن طريق الشباك، ويتم اعاده ضخ الميه عن طريق الترومبه للفلتر البيولوجي، ويتم توزيع الميه عن طريق محابس الري للاحواض بالطريقه ديت. في دي تنكات لتخزين المياه، تم ربطها اللي احنا شفناها ديت متوصله بالترومبة المية، بحيث يتم إضافة المية المواد إضافتها عن طريق الترومبة برضو بدون أي إضافات يدوية، عن طريق المحابس التحكم بمجموعة المحابس ديت. بسم الله الرحمن الرحيم.
كريم، احنا ابتدينا بتصميم الجهاز ده، كان تم تصميمه شهر 10 2012، بدأنا تنفيذ خطة العمل وتم الانتهاء من تصميم الجهاز ككل 15 10 2012، وبدأ العمل في النظام ابتداء من يوم 1 11 2012. بدأنا بمال الأحواض وجربنا النظام. هنا كان الفكرة الرئيسية بالنسبة لنا في الصرف ان احنا نعمل عملية الصرف القاعي، تمام، صرف قاعي، عشان احنا عارفين بالتالي عارفين ان طبعا اللي هي المواد بتترصف في القاع، فبالنسبه لنا اهم حاجه عشان يبقى الصرف سليم يبقى صرف قاعي. في نفس الوقت الامكانيات عندنا حجم الحوض مش مساعدنا ان احنا نعمل اوفر فلو، فبالتالي كان لازم نخلي فتحه الصرف هي صرف قاعي وصرف سطح الاثنين في نفس الوقت. فبالتالي عملنا اللي هي تركيبه الاجزاء البلاستيك دي بحيث ان احنا ناخد الصرف ويبقى صرف قاعي واوفر فلو يحافظ على منسوب المياه في الحوض. بالنسبه للجزء الفلتر برضو الميكانيكي، نتيجه ان احنا برضو الامكانيات مش يعني اللي حجمه مش مساعدنا، فتم استخدام شباك ضيقه بحيث ان احنا نعمل عمليه الفلتره للفيسز الاغذيه الباقيه في الحوض. ابتدينا بالسيستم ان احنا بدانا نتابع معدل الامونيا الخارجه، قسنا الامونيا، كانت في بدايه السيستم كانت نسبه الامونيا بدات تعلى، ومشغلين نظام اشتغلنا في اول فتره ان احنا نعمل تطعيمات بالامونيا وميه حوض بحيث ان احنا نعمل عمليه تنميه لصلات النيتروزومونس اللي هي تحول لنا الامونيا لنيتريت، وبدانا نتابع مستوى الامونيا. في اول فتره مستوى الامونيا كان بيعلى ومفيش اي ظهور لمستوى النيتريت، فبالتالي لسه البكتيريا ما كانتش واضحه ان ما لهاش عمل ظاهر في السيستم. ابتدينا بعد حوالي 15 يوم، في اليوم 16 بدا يعلى مستوى النيتريت في الاحواض، وده دليل على وجود اللي هي سلالات النيتروزومونس في الحوض، وبدات نسبه الامونيا هنا تقل. بدانا نتابع برضه درجات الحراره والملوحه. بعد كده بدا الموضوع بعد حوالي شهر اتخطى موضوع ان احنا بدا ظهور النيتريت، النيتريت برضه نسبتها قلت وبدا يظهر هنا النطرات في الاحواض نتيجه ان تحويل الامونيا لنيتريت وتحويل النيتريت لامونيا. فبالتالي احنا بدانا نتاكد ان الفلتر البيولوجي بدا يقوم بعمله، اللي هي بكتيريا النيتروزومونس والنيتروباكتر بدات تقوم بعمله. بالنسبه للفلتر البيولوجي، تعتبر البكتيريا دي هي بتعمل عمليه اكسده للامونيا، فبالتالي بتحتاج مستوى عالي من الاكسجين. فهنا اتجهنا لفكره ان احنا نوفر عمليه تهويه. هنا بدأنا نتيجة اتجاهين، البكتيريا هتبدأ تستهلك الأكسجين من الأحواض، وبرضه محتاجة أكسجين عشان تعمل عملية الأكسدة. فبدأنا نستخدم نظرية السقوط الحر عشان نبدأ نعمل عملية تصغير لوحدة أكبر وحدة مساحة لفترة المية، فبالتالي تبقى مشبعة بالأكسجين بحيث نظرية السقوط الحر، فتبقى المية اللي هنا واصلة للبكتيريا في الفلتر البيولوجي هي مشبعة بالأكسجين، في نفس الوقت فيها الأمونيا اللي خارجة من عملية التلسيل الغذائي للأسنان. وهو ده النظام، وبدأنا هنا نتابع. فإحنا هنا المية دي بقى لها حوالي شهر ونص ما اتغيرتش تماما. نسبة الأسماك بالنسبة للحوض إحنا حاطين حوالي 1.5 كيلو، فحجم الحوض لا يتعدى 1/10 متر. يعني إحنا لو حسبناها بالنسبة للمزارع السمكية هنلاقي إن إحنا مكثفين تقريبا، إحنا شغالين كل الأحواض استزراع مكثف تقريبا في معدل 30 كيلو للمتر، وده طبعا نسبة يعني توب دنستي عالي بالنسبة للمية. فترة الأسماك متواجدة كده في المية دي بقالي حوالي شهر ونص، بنتابع برضو كل يوم عملية اللي هي قياس الأمونيا والنيتريت والمطرات. بعد فترة لقينا إن نسبة الأمونيا تكاد تكون منعدمة، يعني عبارة عن آثار توصل حوالي أقل من 2%، ودي نسبة آمنة جدا على الأسماك. احنا كل يوم طبعا بنبدا نتابع التحاليل اللازمه للاحواض، سواء بي اتش او حموضه او اكسجين وحراره، وبنتابع اهم حاجه بالنسبه لنا اللي هي الامونيا والنيتريت والمطرات. في بدايه العمليه كانت الامونيا نسبتها عاليه، كانت اعلى من 2% ملي جرام في اللتر. في اخر فتره طبعا بعد شهر ونص لقينا ان هي بقت اقل من 2% ملي جرام في اللتر، ودي نسبه يعني تعتبر امنه جدا للاسماك ونسبه كويسه جدا. واحنا برضو بنحاول هنا طبعا عمليه ان احنا دايما بنواكب اللي بنشوفه، يعني ده النظام اللي هو ريسايكلينج روتر. برضو بالنسبه للحوض ده بدانا نتجه ان احنا نشوف اللي هي تعتبر احدث حاجه في السيستم اللي هي زيرو ووتر اكستشينج، هنبدا نتجه ان احنا نعمل عليه دراسات بامر الله ونشوف التجارب الجديده اللي هي العالم كله بيتجه ليها.